العب يا غور. ده احنا متشكرين كابتن ناصر. احنا خدنا اراء نجومنا الكبار في نجوم النادي الاهلي في البطوله. حضرتك انا بس عاوز اقول حاجه مهمه جدا للكابتن ايمن. اللي النادي الاهلي لعب كام ماتش في اسبوع؟ ثلاث مباريات. ثلاثه وثلاثه مستوى ليفل عالي. ثلاثه عاليين جدا. صح. سيبك من كره القدم، تعال شوف الضغوط اللي كمان كانت على اللعيبه من اول مباراه لثاني مباراه لثالث مباراه. في ثالث مباراه كابتن هاني مطلوب منهم ان هم يحققوا. النهارده بتلعب كره قدم بتبقى مضغوط، وانت عارف الضغط دوت النفسي على اللاعب دي حاجه كبيره جدا. عاوز ان كل اللعيبه النهارده كابتن عادل كانت نجوم في الثلاث مباريات. ولكن انا لما تسالني بقى بصفه خاصه النهارده، انا بعتبر الشناوي كابتن من افضل اللي كانوا موجودين، لان النهارده كمان كان في حاله كمان يمكن كتير ما خدش باله منها، اللي هي الكره اللي اتعملت بالهيدرز وهو عمل عليها تراي، وكان صعبه جدا جدا جدا. ولو ما عندوش توافق عضلي عصبي في لعبه كانت ممكن تبقى فيها احسن، هي كمان طبت يعني. دي لعبه من الحاجات مهمه جدا جدا. معانا وصول النادي الاهلي الفندق يا كابتن دلوقتي. تمام. مباشره. تمام. الفرحه على وجوه الجميع، اجواء اكتر من رائعه، يا رب تدوم على طول ان شاء الله زي ما عودنا دايما النادي الاهلي. حتى هما داخلين بشكل جميل، خدت بالك؟ صحيح. تحس بالعظمه والرقي. اتفضل يا كابتن. فعايز اقول كمان بالاضافه النهارده طبعا هو كان سبب رئيسي طبعا في ان هو صد وعنده كابتن ثبات الشناوي ما شاء الله، ربنا يعني يحميه، ثباته هادي جدا جدا وقائد فريق وبيقدر يوجه لاعبته، يعني تحس ان هو فعلا يعني استحق ان هو يكون من الافضل النهارده. اعتقد عدم وجود جايزه لاحسن حارس مرمى زعلان جدا انا والله. كابتن كلنا زعلانين بصراحه. اعتقادي كان الشناوي لان هو يستحق حارس مرمى بصراحه. يستحق ان هو يكون افضل حارس في البطوله. بالزبط. مش مجامله، ان هو فعلا على خلال ثلاث ماتشات، والنهارده كان سبب في ان هو النادي الاهلي يفوز. شكرا طبعا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. يوم تاريخي مش هيتنسي. يوم عالمي. وامتعتنا كالعاده. الله يخليك كابتن ايمن، وطبعا ربنا يكون النهارده في شريف. النهارده كان يعني نفسه الامور، وحتى فرقه الجزاء ما شافهاش. مبروك للنادي الاهلي طبعا، ومبروك لكم كلكم، ومبروك لكل فريق عمل موجود النهارده في الاستوديو، وان شاء الله باذن الله مزيد من انتصارات للنادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله رب العالمين.